الحضور الكريم نرحب جميعا بعطوفة الدكتورة مريم الغرايب ورئيس قسم التعليم الخاص في مديرية تربية عجلون الأستاذ عبد الله عاطف الصادي وأولياء الأمور الكرام. أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بين أطفالكم في صرح من صروح العلم. مرحبا بكم في حفلنا الختامي لنقطف معا زهرات شديدة وبرود ندية يعطر عبيرها أرجاء روضتنا. لقد مرت الأيام بحلوها ومرها بجدها ولعبها، وحان الوقت لنجني أنتم الأهل ونحن المربيات ما استثمرناه على مدار السنة الماضية بالأولاد الأحبة. كان هدفنا وما زال بناء جيل إيجابي يرقى بقيمه ويرتقي بمجتمعه. رعينا أطفال الروضة بالجود والعطاء والمحبة والثناء، وها هم الأطفال قد أورقوا وأسهروا وأثمروا ونقلوا الجدي كله. إن للطفولة المبكرة أثراً كبيراً في تحديد سمات الفرد في كل مراحل حياته، لذا فإن رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية التي ينبغي أن تنال العناية إدارة وتنظيماً وتوجيهاً، لأنها ترعى فلذات أكبادنا ليكونوا أداة المستقبل. الحفل الكريم مضت السنة الفائتة في همة ونشاط وإبداع وإنجاز لتخرج أجيال تلو أجيال، وكل ذلك كانت نتائج الجهود المكللة والمستمرة من قبل إدارة ومعلمات الجمعية وتعاون الأمهات المتواصل مع الروضة. فلكنا جميعا جزيل الشكر والامتنان ونبارك في أبنائنا تخرجهم. خير ما نبدأ به حفلنا الكريم آيات عطرة من الذكر الحكيم تقدمها لنا الطالبة كاترين بني فوال، فلتتفضل جزاها الله كل خير. Thank you.
معلول ومن معالي وزير التنمية الاجتماعية، عطوفة الدكتور رفعت الزهور الأكرم، عطوفة الدكتور ربيع الأكرم، الأستاذ عبد الله الصمادي رئيس قسم التعليم الخاص، السيد فيصل النواصي رئيس جمعية عين جراد الخيرية، الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الصباح العنكبوتي الحار الدافئ الذي ذكروه دفئا وصميمية وحميمية. أهلا وسهلا بكم في رحاب جمعية عنكبوت الخيرية، هذه الجمعية التي يطول الحديث عنها ولا يمكن اختصار جمعية عمرها 33 عاما في هذه العجالة وفي هذا المناخ الصيفي. أشكركم لحضوركم البهي بالرغم من هذا الحر الملتهب في الخالد، أشكر حضوركم البهي. حقيقة إن جمعية عنجرة الخيرية التي تأسست منذ 33 عاما كانت دائما وعلى الدوام حافلة بالخير والعطف، وما كان يتحقق لها هذا الإنجاز لولا الفئة الخيرة التي واكبت هذه الجمعية بدعمها ولطفها وتكرمها. الأيادي البيضاء التي امتدت منذ البداية لمسيرة هذه الجمعية وقدمت لها دعما مشكورا. حقيقة جمعية عمل الخيرية كانت يعني تبدو قصارى جهودها على مسارين، المسار الأول هو المسار الخيري الإنساني، والمسار الثاني هو المسار الثقافي التعليمي، حيث تنادت الهيئة العامة للجمعية والهيئة الإدارية للاهتمام بالطفولة في مرحلة مبكرة. لقد كانت الأوضاع صعبة قبل 33 عاما، لا يوجد مدارس خاصة في عجرة، وقمنا وأحياء عنجرة كثيرة متناثرة. قامت الجمعية بافتتاح الغرف الصفية على أشعة عنجرة في كل حاراتها لدرجة أنها بلغت في إحدى السنوات 11 أوضة للأطفال في أحياء متفرقة، وساهمنا يعني في تنمية المجتمع المحلي بتوظيف ما يزيد على 10-11 معلمة إضافة إلى الكادر الإداري. طبعاً هذا التوفيق لم يكن يعني حقيقة بجهدنا أو شطارتنا، كان توفيقاً من الله الباري عز وجل الذي قيض هذه الجمعية لخدمة أهلنا في عنجرة وأطرافها. الحديث يطول عن مسيرة عنجرة، ونحن نفخر دائماً بأن خريجي هذه رياض أطفال هذه الجمعية الآن يتبوؤون مناصب حساسة في هذا البلد الغالي على قلوبنا جميعا، فمنهم القاضي ومنهم الطبيب ومنهم الأستاذ الجامعي، ويعني يشغلون مناصب شتى، ومنهم المهندسين ومنهم الرجال الموفقين في حياتهم، ونحن نتواصل معهم باستمرار ونعد المجتمع المحلي في عنجرة بأن جمعية عنجرة سوف تواصل رسالتها النبيلة، ولن تتوقف دائما عن تقديم يد العون للمحتاجين والأسر الفقيرة وإيصال المساعدات لها، وكما أنها ستواصل مسيرتها التعليمية. فهذين هدفين نبيلين قطعت الجمعية على نفسها عهدا أن تتواصل يعني جهودها في هذين الإطارين. الدكتور القاضي الرئيس رعية الاحتفال، الإخوة الزملاء الكرام، إننا حقيقة نشكركم مرة ثانية جزيل الشكر وعظيم الامتنان على تشريفكم لنا، ولا يفوتك أن أتقدم بعظيم الشكر وجزيل الامتنان للهيئة العامة والهيئة الإدارية في جمعية عنجرة الخيرية، وللمعلمات والمربيات الفاضلات اللواتي يعني يسرن الليل بالنهار في سبيل تنشئة أطفالنا، هؤلاء البنات
وباعث المجد في التاريخ والكتب. أنت المنار إذا الدنيا بنا عصفت، بالروح تفدى وبالأنجال والذهب. شاعر أردني نشأ وترعرع في محافظة عشور، من مواليد عنجرة عام 1961. له العديد من الإصدارات والمؤلفات، منها الموروث الشعبي المحكي والمنقول في كفرجة بالاشتراك مع آخرين، عشيات وادي الطواحين، براعم الإيمان، طيور الجنة، شمول مضيئة، فراشتي الجميلة. والآن مع كورال محافظات المملكة، من كلمات الشاعر نصر الغول يقدمها مجموعة من طلاب الروض. Ah!
لأني مصدر حب واهتمام. فرحتي حينما تحل مسألة لوحدك، أو تقرأ جملة بحروف صحيحة، أو تحفظ صورة كاملة. نجاحك هو سعادتي. والآن مع رقصة بعنوان والله سويناها، يقدمها لنا مجموعة من طلاب هذا الصرح العظيم. Yeah.
الأسرة هي المدرسة الحقيقية التي يتعلم الطفل فيها كيف يعيش ويتطور، وهي الحضن الذي نستقبله بعد يوم شاق ومتعب، وهي التي تزرع وما دورنا إلا لنؤكد ما تزرعه. والآن مع كلمة أولياء الأمور يقدمها لنا الدكتور ربيع الطول، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. رعاية الحق الكريمة، السيدات والسادة الحضور، المعلمات الفاضلات، كاد ضوء القدرات المتميزة، الأهالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم باليمن والبركة وبعد. شرف كبير لي أن أتحدث في هذا الحفل الكريم باسم أولياء الأمور، والذي يقام احتفالا بمناسبة تخريج الفوج 15 من أزهار روضة أكاديمية القدرات المتميزة فلذات إكبادنا. يا قطعة من كبدي فداك يومي وغدي، توقتي في خاطري وصفتي وغلدي. إنه من دواعي سروري حضور هذه الخلة من آباء ليشهدوا تخرج أزهارهم في هذا اليوم الحار كطاقة أبنائنا والذين سيكونون عماد المستقبل. وأقول لكم اهتموا بأطفالكم وكونوا صبورين لتحصلوا نجاحهم ولتصدروا للوطن أشخاصا يحملون المبادئ والقيم الجميلة. خذ ساعة واحدة من اليوم مع أولادك، اترك فيها أثرا نافعا، خط في هذه الذاكرة الذكر ما ينفعها أو يسعدها، اربطه بالله وعلمه المروءة، فيوما ما سيكبر ابنك ويضعك في الميزان ويردد دائما كان أبي يفعل وكانت أمي تقول. إذا كان البيت مدرسة الطفل الأولى، فإن ضوضة أول مدرسة البيت أكبر قلبا والأرحب صدرا والأكثر علما ومعرفة، فهي حاضنة دافئة لمراعم المستقبل ومعلم من معالم المجتمع الحضاري، حيث تعتبر هذه المرحلة وباتفاق جميع العلماء الأهم التي يبنى فيها الطفل نفسيا واجتماعيا. أقف اليوم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بأن أبنائي الثلاث تخرجوا من هذه الروضة المتميزة يحملون القواعد الأساسية في المعرفة والتأسيس الذي يكفيهم للاستمرارية والتقدم في طريق العلم والمعرفة. معلمات روضة أكاديمية قدرات المتميزات وكادرها الإداري، المعلمة الأولى ليست معلمة روضة وحسب، ولكنها الأم الثانية حقيقية لجميع تلاميذها الصغار. نحن ممتنون لكن نيابة عن جميع الآباء والأمهات. معلمون ومعلمات روضة قدرات المتميزات، أن تكون المعلم الأول هو أصعب شيء، فأنت بحاجة دائمة إلى المعرفة من أين وكيف تبدأ وكيف تثير اهتمام جميع الأطفال وتضعهم على طريق المعرفة الصحيحة. أشكركن على قدرتكن على منح أطفالنا الرغبة في المعرفة والاكتشافات والرغبة في الاندفاع إلى المدرسة كل يوم وفتح صفحات جديدة من كتاب المعجزات. نتمنى لكن انتصارات عظيمة ونجاحات إبداعية وقوة لا تصدق وسعادة مشرقة على طريق الحياة. ختاما، هؤلاء الأزهار هم أمل المستقبل، ونحن على يقين أنهم سيحققون ما عجزنا نحن وما سبقنا من تحقيقه، آمنين الله عز وجل أن يرعاهم ويحفظهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويشتهر بالكرم والشجاعة والدفاع عن الأرض.
ويكتسب شعب الأردن هذه الصفات من بيئته البدوية البسيطة التي نشأ فيها وتربى على عاداتها وتقاليدها. والآن مع هذه الرقصة لمجموعة من عصافير روضتنا والطالب أزاد زغول والجميلتين تالا ورد على إصرارهم لتقديم أبيات من الشعر. Oh,
أمير ميار تقدمنا هلا شكر.
عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدير لن نجد ما يمكنكم حقه،
والذي يقضي إجازته من جمهورية مصر العربية، نرحب بكم أجمل ترحيب ونتمنى لك حياة موفقة. هو أحد طلاب رياض الأطفال. تفضل.
مشهور بعرافتها حفل التخريج ونجاح فعالياته محور الاهتمام والتقدير. Thank you.
البتول خالد يحيى عليوة. Thank you.
عليها الضوء. أبوك أنت عيسى على الخول. Thank you.